Hello and welcome my dear students. This is a new episode for English for Prep 1. أهلا وسهلا بطالب طالبات الصف الأول إعدادي. هذه حلقة جديدة من مادة اللغة الإنجليزية تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. We are going to complete our unit, unit 9, which is talking about adventures. هنكمل مع بعض unit 9 اللي بتتكلم عن المغامرات. Let's know what we are going to have in this episode. تعالوا ما نعرف هناخد إيه في الواحد النهاردة. Okay. We are going to talk about activities and travel plans. هنكمل طبعا كلامنا عن الأنشطة والتخطيط للرحلات بتاعتنا والأماكن اللي ممكن نسافر لها. And number two, we are going to read a short story about a travel or a journey around the world in 80 days. هنتكلم النهاردة عن قصة قصيرة كانت بتتناول رحلة حوالين العالم في 80 يوم. And we are going to learn how to use reflexive pronouns اللي هي ضمائر الانعكاسية وهنعرف ازاي هنستخدمها النهاردة. So let's start by our reading passage. قطعة القراءة بتتكلم عن around the world in 80 days. هي واحدة من القصص اللي بتتكلم عن الادفنشر، مغامرة، مغامرة بيقرر فيها المين كاركتر الشخصية الأساسية ان هو يعمل a journey around the world in 80 days. ودي واحدة من النوفلز المشهورة جدا، الروايات المشهورة جدا في العالم. Let's know about this story. قبل ما نكمل الستوري هيبقى عندنا مجموعة من الكويستشنز عايزين نعرف إجابتها قبل ما نقرا. هقرا الكويستشنز ديت، هتبقى تشوز، هنشوز وان انسر، هنختار اجابه منها واحده، وبعد كده واحنا بنقرا while we are reading we are going to take notes. خدوا نوتس عشان تعرفوا which one is the right answer. So number one, Phileas Fogg ده المين كاركتر، دي الشخصيه الاساسيه، travels from Japan or USA to the UK by ship. Which one is the right one? Two, the weather at sea is good or bad. 3. Phileas Fogg arrives in London one day early or late. 4. Sorry. He completes or doesn't complete his challenge on time. والchallenge هنا معناها تحدي أو حاجة أنا مقررة أعملها لنفسي، ممكن تبقى مشكلة أو تحدي فبنقول عليها challenge. تعالوا ما نقرأ مع بعض. Around the World in 80 Days by Jules Verne. جولز فيرن ده الرايتر بتاع الستوري أو النوفل دي. Let's read together. In 1872, the writer Jules Verne read a newspaper article about a new railway line across India. في عام 1872 الكاتب قرأ في النيوزبيبر، في الجريدة، مقال بيتكلم عن خط railway. Railway line means خط سكة حديد across India. بيمر أو بيعبر في الهند. It gives him a great idea for a book. وده خلاجي عنده فكرة لكتاب. He wrote a story about a British man called Phileas Fogg. كتب كتاب عن شخص اسمه Phileas Fogg، وده اسم البطل بتاع الستوري. He takes a challenge to travel around the world in just 80 days. إن هو قرر يسافر حول العالم in 80 days، في 80 يوم. This sounds easy today. وطبعا نقدر نقول ان هو سهل دلوقتي، انت ممكن تعمل a trip or a journey around the world in 80 days عشان في new forms of transportation، في اشكال جديدة من المواصلات. بس زمان كان ما كانش فيه غير حاجتين اساسيتين، الريلواي اللي هو السكة الحديد and ships والسفن. لكن دلوقتي في عندي planes، في طائرات، ودي ممكن تختصر المسافة ما بين الدول وبعضها. هنا نكمل. This sounds easy today but at that time there was no cars or planes. في الوقت ده ما كانش فيه لا سيارات ولا طائرات. تعالوا نشوف الاسكادجول بتاعه، الجدول بتاع الرحلة أو البلان اللي هو عملها. طبعا احنا عرفنا before any journey you should have a plan، والبلان ديت بتكتب فيها الديتس أو التواريخ والتايم اللي انت هتستغرقه في كل مكان. So this Phileas Fogg plan بيقول هنا من لندن to Suez in Egypt اللي هي من لندن لمنطقة السويس في مصر، هياخد الترين and ship، هياخد السفينة والترين والقطر in 7 days. From Suez to India he will take ship in 13 days. From India to Hong Kong هياخد الship in 13 days in 16 days. From Hong Kong to Japan هياخد الship in 6 days.
from Japan to USA اللي هي United States of America الولايات المتحدة الأمريكية. هياخد الشاب in 22 days across to USA، هيعبر الولايات المتحدة. ده هيستخدم فيها L train in 17 days from USA to London in 9 days. هيليف on 2nd of October، هيغادر في الثاني من أكتوبر عشان يرجع 21st of December، وده هيستغرق منه 80 days to have a tour or a journey around the world. تعالوا نكمل الستوري. بيقول when Phyllis Fogg takes the trip back to London، لما خد رحلته العودة للندن from the USA من الولايات المتحدة، there is a big storm at sea، كان في عاصفة في البحر. And he arrives in London one day late، اللي هو on 22nd of December، في الثاني والعشرين من ديسمبر. وطبعا هو كان مقرر يوم قبل كده، but he made a mistake. Made a mistake means عمل خطأ. ده expression لو أنا قلت أنا عملت خطأ بقول I made a mistake. طبعا ال present form make mistake، لكن لما حطها في الباست بيبقى made a mistake. Because he traveled east around the world، هو افتكر ان هو كده متأخر يوم يبقى 81 days، لا، عشان هو سافر بدري عن اليوم بتاعه، عشان هو travel east للشرق، فالشرق انا برجع عكس التوقيت اللي بيبقى ماشي فيه الكرة الأرضية، فهو سافر يوم بدري، ولكن هو كده يبقى هي الرحلة بتاعته تمت in 80 days. It's one day earlier than he thought، so he completes his challenge on time، يبقى هو فعلا انهى التحدي بتاعه on time. On time means الوقت الصحيح والمظبوط. واحنا كده كان عندنا مثال لأدفنشر ستوري، لقصة بتحكي عن مغامرة، that there is someone who took a journey around the world in 80 days. تعالوا ما نشوف الكويستشنز اللي كانت موجودة عندنا. بيقول Phyllis Fogg travels from Japan or USA to the UK by ship، خدها من A اللي راح ل UK by ship، Japan or USA. Yes it was USA، كانت آخر محطة قبل ما يوصل لنا كانت USA، وخد فيها الشاب السفينة. 2. The weather at sea is good or bad، إيه اللي خلاه يفتكر إن هو was late عشان كان في storm، يبقى هو good or bad. Yes it was bad. 3. Phyllis Fogg arrives in London one day early or late، احنا عايزين طبعا الحقيقة اللي حصل مش اللي كان بيعتقده Phyllis. Yes it was early. 4. He completes or doesn't complete his challenge on time، هل هو نهى التحدي بتاعه في الوقت الصح؟ Yes or no. Yes he completes، هو نهى التحدي بتاعه في الوقت الصح. تعالوا ما نشوف بعض الفوكاب اللي احنا اخدناها in the story. عندي railway line، railway line هو خط سكة حديد، بنقول عليه railway line، railway line. And I have challenge، challenge. Challenge means what؟ A difficult task or a problem، مهمة صعبة أو تحدي أو مشكلة، بنقول عليها challenge. Challenge means تحدي. And a new name for a country، كان دولة أخدناها مع بعض، كان traveled he to India، India اللي هي الهند. Okay؟ هناخد story أو هنقرأ مع بعض another reading passage، قطعة قراءة جديدة. قبل ما نقراها هيبقى عندي مجموعة من البيكتشرز، مجموعة من الصور زي ما احنا شايفين. بعد ما نقرا الستوري عايزين نحطهم in the right order. فعندي هنا there is a boy he's looking at himself، بيبص لنفسه في المراية. B he's making himself a breakfast، بيعمل نفسه breakfast or a sandwich. And C there is a girl who taking a photo of herself، بتاخد صورة لنفسها وده كامل. And D they are having like a picnic، عندهم رحلة، or they making a barbecue. فاحنا عايزين نحطهم in the right order after we read this story. هنقرا قصة مع بعض. بيقول my trip to the desert by نادر، يبقى our friend نادر، صديقنا نادر، حكي لنا عن رحلته في الديزرت، هنشوفها مع بعض في الصحراء. بيقول last weekend we went on a trip to the desert، احنا رحنا لرحلة للصحراء. I woke up early and made myself breakfast، هو صحى بدري وعمل لنفسه breakfast. Made myself، myself here لو انت الـ subject، لو انت الفعل وانت عملت شيء برضو الـ object لنفسك،
يعني انا بقول لو انا عملت البريكفاست ده لشخص اخر فاي ميد ماي سيستر ا بريكفاست، لكن انا لو عملت انا نفس الشخص وانا نفس الشخص اللي اكلت البريكفاست يبقى انا السبجكت والاوبجكت واحد، بستخدم حاجه اسمها ريفلكسيف بروناونز، الضمائر الانعكاسيه. تعالوا نشوف الستوري ديت، هنعمل امثله وهنشوف امثله للبروناونز دي مع بعض، وكمان شويه هنتعرف ازاي ممكن نستخدمهم بشكل صحيح. فبقول I wake up early and made myself breakfast then I got dressed. Got dressed means لو ترتدي الملابس بتاعته. I put on my clothes and looked at myself in the mirror. أنا لبست الملابس بتاعتي وبصيت لنفسي في المرر. I put on a hat, a red hat, قبعة and sunglasses to protect myself from the sun. أكيد وانت ماشي في الديزرت في الصحراء محتاج تحمي نفسك من الشمس. So you should put on a hat, ترتدي قبعة and sunglasses ونضارة شمس. At the desert we met our guide. طبعا في الديزرت محتاج دليل معاك او مرشد معاك، بنقول عليه guide. We rode with him on our camels. Camels means اللي هو الجمال، فهم ركبوا جمال في الصحراء. My sister took this photo of herself with her camel. اخذت صورة مع الكامل مع الجمل. The night that night we cooked ourselves dinner. هم عملوا نفسهم dinner عشاء on a fire على النور. After dinner when it got cold لما كان الجو ساقع جدا we sat by the fire to keep ourselves warm. طبعا جلسوا قريب من الفاير علشان يخلوا نفسهم في جو دافي. دي الستوري بتاعت نادر. طب احنا كنا شفنا مجموعه من البيكتشرز قبل ما نقرا الستوري. We need to put these pictures in the right order. عايزين نرتبهم بشكل صحيح. So number one انا عامله لكم الانسر it is B لو هو لما قال I made myself breakfast اللي هو عمل نفسه فطور. Number two which one A C or D? Yes it was A. He looked at himself in the mirror. هو بص لنفسه في المراية. And then it is yes C. His sister she took a photo with the camel. خدت صورة مع الجمل. And the last one it is for his family made a dinner for themselves. عملوا وجبة عشاء لنفسه. Okay. تعالوا ما نشوف مع بعض. We are going to answer these questions. عندنا options فوق. بيقول لي هنا من البوكس keep warm, make breakfast, protect from the sun, take photo أو ياخدوا صورة. وعندي question. الquestion ده هختار له answer من اللي عندي من اللي فوق. So number one, why did Nader put on a hat? هو ليه ارتدى قبعة؟ يس عشان يحمي نفسه من الشمس. يبقى أقول he bought a hat to protect himself from the sun. عشان يحمي نفسه. يبقى he الreflexive pronoun بتاعها هيبقى himself. يحمي نفسه. Two. What did he do next? هو عمل ايه بعد كده؟ Yes, he made himself breakfast. عمل لنفسه breakfast. يبقى عمل لنفسه فطور. Three, what did Fatma do? Fatma, it's his sister. دي اخته. Yes, she did what? She took a photo of herself. خدت صورة لنفسها with the camel مع الجمل. Four, why did they sit by the fire? ليه هما جلسوا بالقرب من الفاير النار؟ Yes, they sat by the fire to keep themselves warm. طبعا احنا شايفين قدامنا ان احنا بنستخدم مجموعة من البروناونز تعتبر جديدة علينا زي himself زي ما احنا شايفين herself and themselves. دول بنقول عليهم reflexive pronouns ضمائر انعكاسية. تعالوا ما نشوف ازاي انا ممكن استخدمها. لما يكون عندي السبجكت والاوبجكت هما الاثنين واحد دول بستخدم مكانهم reflexive pronoun. لو انا ببص لنفسي في المرايه I look at myself in the mirror. انا ببص لنفسي. طب لو انا هبص لشخص اخر ف I looked at my mother. I looked at her. لكن لو انا هستبدلها وانا كنت ببص على نفسي فبقول I looked at myself. تعالوا ما نشوف ممكن استخدم ازاي reflexive pronoun بشكل صحيح مع بعض. Now let's know a new type of reflexive pronouns.
الضمائر الانعكاسيه اللي انا لما بيبقى السبجكت والاوبجكت واحد. ف I am going to give you an example. If I imagine لو انا بقول انا اتكلمت مع ماما ف I talked to my mother. لو عايزه احط my mother دي اشيلها واحط مكانها ضمير، الضمير هيكون ايه؟ هيكون her. يبقى دي هشيلها وهيبقى مكانها her. طيب تعالوا نتخيل لو الاكزامبل مختلف. لو انا I تمام مثلا انا اسمي مثلا امير talked to امير، امير بيكلم امير او بيكلم نفسه، طبعا مش هينفع لان عندي السبجكت والاوبجكت واحد. يبقى ده بدل ما اقول talk to him لان هو كده بيعتبر بيكلم شخص اخر، هستخدم معاها ضمير انعكاسي وهقول himself، فهشيل دي وهيبقى مكانها himself. بيظهر اكتر فين الضمير الريفلكس بروناونز؟ لو انا بقول انا ببص لنفسي في المرايه فانا I looked at myself in the mirror. ده نشوف المثال ده، يعني مثلا هقول سلمى looked at منى in the mirror، هي كانت بتبص على منى في المرايه. طيب لو انا عايزه اقول سلمى looked at سلمى in the mirror، سلمى كانت بتبص على سلمى، هي نفس الشخص، يبقى انا هقول هنا سلمى looked at herself، كانت بتبص على نفسها. looked at herself عشان ما اكررش البروناون او الاسم بتاع الشخص اللي عمل الفعل، لان عندي السبجكت والاوبجكت واحد فبستخدم هنا ريفلكس بروناونز. طيب بيبقى شكله ايه مع البروناونز العاديه؟ عايزه اقول نفسي، يبقى عندي هنا I، هنلاقي هنا I هتبقى my self، she هتبقى herself، he هتبقى himself، it هتبقى itself، you. you هنا لما تبقى singular انت بكلم شخص بنفسك فتبقى yourself. طب لو انتم plural هتبقى yourselves، we هتبقى ourselves، they هتبقى themselves. ويبقى احنا كده عرفنا اشكال الreflexive pronouns مع بعض. تعالوا ما ناخد exercise ونعرف نحل عليهم ازاي. تعالوا نكمل مع بعض نعرف اكتر عن reflex pronouns. هنا لما اقول عندي زي ما شايفين on screen، لما اقول by myself I did breakfast by myself بنفسي، يعني معناها on my own or alone or without any help، انا عملته لوحدي ومحدش ساعدني فيه بنفسي. اوكي فنشوف الاكزامبلز اللي عندي. she taught herself to speak German، هي علمت نفسها تكلم German الماني. we must cook the food ourselves، لازم نعمل الاكل احنا بنفسنا. وعندي هنا she saw herself in the mirror، هي شافت نفسها في المر. وطبعا احنا شفنا الاكزامبلز او الشرح بتاع الريفلكس بروناونز مع بعض. تعالوا ما نكمل هنا بعض الاكسبريشنز اللي احنا بنستخدم فيها الريفلكس بروناونز. لما نقول enjoy yourself يعني استمتع بوقتك، take care of yourself انك تاخد بالك من نفسك فقول take care of yourself، help yourself ان انت يعني كان البيت بيتك ف take your help yourself او اعمل الشيء ده بنفسك عادي براحتك، make yourself at home اللي هو يعني بترحب بشخص في بيتك فبتقول له make yourself، اعتبر ان this is your home. اوكي okay. and behave yourself يعني be nice to people، خليك لطيف مع الناس. اوكي okay. هناخد exercise هنكمل السنتنس دي باستخدام واحد من الreflex pronouns herself himself myself ourselves or yourself. بيقول we enjoyed، عندي we يبقى احنا الرايت reflex pronoun هيبقى ايه؟ when we went sailing، yes هتبقى ourselves، we بنيجي معاه ourselves. two Sammy came out of the sea and dried، هو طلع من البحر ودريد، نشف with a towel بالفوطه، يبقى dried himself لان عندي سامي الضمير بتاعه هي هيبقى reflexive himself. three I made space some salad for lunch،
عملت ايه للانش؟ I يبقى هتبقى reflex pronoun myself. 4 مايا توت سبيس تو سبيك فرنش. مايا الضمير بتاعها she هتبقى herself، هي علمت نفسها تتكلم فرنش. 5 would you like to make space a cup of tea، بكلمك يبقى you، يبقى reflex pronoun هيبقى تعمل نفسك شاي، يبقى yourself. تعالوا كده من راجع مع بعض بعض الكلمات اللي خدناها in unit 9. Let's have a quick revision. تعالوا ما ناخد مراجعة سريعة on the main vocab in unit 9. هناخد مراجعة سريعة عن الكلمات اللي أخدناها في الوحدة رقم 9 واللي كانت بتتكلم عن adventures، عن المغامرات. So let's see one adventures means what. مغامرة it means an exciting experience when something unusual or dangerous happen. لما بعمل شيء غير معتاد أو في شيء من الخطورة بقول عليه ده adventure. Okay. And journey. Journey, it's a long trip. دي رحلة طويلة. We call it journey. And we have one of the sports, water sports, الرياضات المائية اللي ممكن تعتبر نوع من أنواع adventures like wind surfing. Wind surfing اللي هو التزحلق على الأمواج called wind surfing. Okay, it's a kind of sport. And we have sailing. Sailing, الأبحار. وده تحتاج في boat. And a sail هو الشراع، دي واحد من ال water sports من الرياضات المائية. It's a sport where someone sails in a boat or a yacht. Yacht means يخت. Another water sport is called diving. Diving means غطس. Okay? So it's a sport where a swimmer, السباح goes deep under water. بيغطس تحت الماء to look at fish and sea animals عشان يستمتع بالكائنات المائية. Okay, another water sport is called kayaking. Kayaking is a narrow boat. ده بيبقى قارب بس بيبقى ضيق قوي. Okay, so kayaking is a sport with one or two people, شخص أو شخصين, travel in a narrow boat. بينتقلوا في قارب صغير أو ضيق. This is a mountain sport. دي رياضات الجبلية أو المنطقة في desert أو في صحراء. So rock climbing, تسلق الصخور أو الجبال. So a sport where someone climbs up rocks, بتسلق ايه الصخور. Okay, trekking. Trekking اللي هو to walk for a long distance, المشي المسافات طويلة. Usually in the mountains or in the countryside, في الجبال أو في مناطق ريفية. Okay, another sport, mountain biking. Mountain biking اللي هو انك تتحرك بالبايك بتاعتك في منطقة فيها mountains. A sport where someone rides a bike in a mountain area. في منطقة جبلية. Okay. Another sport is called zip lining. Zip lining, which means معناها it's where someone slides along a metal wire. زي ما احنا شايفين كده بيبقى فيه سلك معدني وبننطلق من from a high place to another high place. مكان مرتفع لمكان آخر مرتفع، ودي غالبا بتبقى في المناطق الجبلية. And before you make a journey, you should make a plan, خطة. Okay, and you should make negotiation, مفاوضات. المفاوضات اللي انت تعمل تتفاوض مع الشخص اللي قدامك عشان to make a plan. So it's called negotiation. والverb بتاعها negotiate. Okay, and you should have a guide. A guide ده الشخص اللي بيساعدك في الرحلة بتاعتك. And this guide could be a Bedouin. يعني means من البدو، الشخص اللي بيبقى عارف الأماكن في الصحراء. We call it a Bedouin. Okay. And equipment. دي المعدات اللي بتبقى معاك في الجورني بتاعتك. Of course you are going to sleep in a tent. Tent means خيمة. Okay. This was the main vocab. ده كان أهم الفوكاب في in unit 9. Let's complete. So in this episode we had a quick revision on the main vocab. خدنا مراجعة سريعة. اتعلمنا reflexive pronouns. ضمائر انعكاسية. واتعلمنا كمان ازاي to talk about a travel or a journey. اوكي، واللي كانت بنتكلم فيها عن novel around the world in 80 days. وده كانت نهاية الحلقة بتاعتنا. Thank you and see you next time.